تعالى نبتدي بالصفحه قبل ما نقفلها تماما. مباراه الامس ان هي الحقيقه برضو جديله بالتوقف عندها، وان احنا يعني نشوف كده ايه اللي اكتر الامور اللي كانت ملفته لنظر حضرتك وانت بتتابع الماتش. هو بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا يعني مباراه امبارح عوضت المباراه الاولى. جمهورنا كان يعني مش مبسوط من النتيجه الاولى 1-1 واداء النادي الاهلي المتوسط فنيا، واحنا اتكلمنا يمكن ارضيه الملعب والاجواء اللي كانت موجوده عليها، لكن برضك مش عايزين نقول حجه، لان دي حجه احنا استعملناها زمان في اجيالنا. احنا نتكلم على ارضيه الملعب ما تبقاش مظبوطه، الطقس، الرطوبه، المشوار بتاع افريقيا بروحه في يمكن في اكتر من 20 ساعه، لكن دلوقتي الامور اختلفت بشكل كبير. يعني التعادل يعني كان مقلق بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، لكن مستوى الفريق احنا كنا مطمنين ان في مباراه العوده ان شاء الله هنعمل مباراه ايجابيه ومباراه فيها سكور عالي، وفعلا كان ده التحدي اللي قاله مستر موسيماني مع اللعيبه، وفعلا هم يمكن الشوط الاولاني يعني كنت مرضي وانت بتتفرج بالظبط، يعني احساسنا واحساس جمهور النادي الاهلي، لا النادي الاهلي النهارده هيكون هيعمل مباراه مميزه، خصوصا كمان هيبقى فيها سكور عالي، والسكور العالي ده يا كريم نهواد بيدي ثقه للعيبه. يعني عوده ان شاء الله لدوري المجموعات بمجموع المباراتين تقدر تقول النادي الاهلي ادى اداء جيد خصوصا الشوط الثاني، ورضى جمهوره كمان بالاهداف الكثيره اللي هي 6 اهداف، والتنوع في شكل الاهداف كمان، يعني حصل نوع من الرضا لجمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كان يعني زعلان شويه، يعني خسرته بطوله الدوري والسوبر ورا بعض، يعني ما تعودش على كده جمهور النادي الاهلي. لكن انا شايف ان الموسم ده زي ما مستر موسيماني يعني وعدنا ووعد جمهور النادي الاهلي ولجنه التخطيط ومجلس اداره النادي، ان المشروع اللي هو جاي بيه ان هو هيقدم كره تليق بالنادي الاهلي، كره برازيليه، خصوصا ان هو كان مع سان داونز بيأدي هذا الاداء، فهو مصمم ان يؤدي الاداء ده مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه. دور المجموعات ان شاء الله هنشوف بقى القرعه هتوقعنا مع الفرق اللي وصلت لدور المجموعات، لكن عايز اقول خبره لعيبه النادي الاهلي ولجنه التخطيط واللعيبه ان شاء الله اللي هيضافوا على هذه المجموعه، انا شايف هيبقى يعني صعب جدا ان احنا نفرط في مباراه خارج مصر. يعني محتاجين نرجع تاني للمكسب خارج ملعبنا وان شاء الله داخل ملعبنا، لان احنا قادرين على ان احنا نحقق البطوله 11 ان شاء الله بالمجموعه ديت المميزه، والاضافه الجميله اللي اضافت عليهم ان شاء الله العوده بقى من دوري المجموعات نتفرج على الاختيارات الجميله اللي اختارها لجنه التخطيط مع مستر موسيماني.